بعد 112 عاما كان فيها سوق بئر السبع أو السوق البدوي كما يعرف، مقصدا لكل سكان النقب. ها هي بلدية المدينة تقرر إغلاقه ابتداء من أول الشهر المقبل. قرار الإغلاق جعل مئات التجار في حيرة من أمرهم، خاصة العرب منهم الذين اعتادوا بيع سلعهم هنا منذ سنوات. هذا من 30 سنة في وسطه، صغار وكبار، يهود وعرب، من الضفة كمان، من القدس، من النقب، من الشمال، من الجنوب، كلهم بيرد السوق. هذا أبونا السوق. يعني وراي سبع عيال، وأنا فيش حدا إلي لا قدامي ولا وراي، يعني وحداني، وعندي خمسة أولاد ومرة، وعايش يعني فيش حدا يساعدني، المرة في البيت وكل أولاد صغار. تقلبات كثيرة مرت على السوق الذي كان قبل قيام إسرائيل مركزا للتجار البدو، وبعد قيامها بات يخدم السكان اليهود أيضا، ومع الوقت استبدلت بضائعه التقليدية التي كانت منتجات البادية أساسها ببضائع مختلفة بأسعار رخيصة. ومع تجاره العرب عمل أيضا تجار يهود، وفي الأعوام الأخيرة اقتصر عمله على يومي الاثنين والخميس. بلدية بئر السبع تقول إن أحد أسباب الإغلاق هو فقدان السوق هويته البدوية على مدار الأعوام، إلى جانب نية استبداله بمراكز سياحية وتجارية أخرى، لكن كثيرين يرون في ذلك مجرد ذريعة لطمس الهوية العربية في المدينة. مدير السوق يقول إن التجار العرب سيتأثرون بالقرار أكثر من غيرهم. الشريحة المتضررة هي التجار والرواد العرب البدو، فأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية أسوأ من أوضاع الآخرين، وهذا السوق كان يلبي احتياجاتهم في ظل عدم قدرتهم على التسوق في المراكز الكبرى. السوق الذي أنشئ عام 1905 سبق مدينة بئر السبع التي أسستها السلطات العثمانية رسميا بعد ذلك بعام واحد، لكنه قد يصبح خلال أيام أثرا بعد عين. ادعاءات البلدية لا تروق لرواد السوق أو تجاره، والعرب منهم يقولون إنها وسيلة جديدة لتفريغ المدينة كلها مما تبقى بها من آثار فلسطينية. شيرين يونس، سكاي نيوز، بئر السبع.